أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم. نبدأها بالعناوين. صحيفة زمان التركية تستعرض تفاصيل صفقة عودة أكشنار لطاولة المعارضة وقبولها ترشيح كليتشدار أوغلو. الولايات المتحدة غير مستعدة لعصر صراع القوى العظمى بحسب وول ستريت جورنال. فورين بوليسي تقول إن خطط السلام التي اقترحتها الصين لحرب أوكرانيا تدور في الواقع حول تايوان. بعد معارضتها هذه الخطوة، قبلت ميرال أكشنار زعيمة حزب الجيد التركي ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة التركية أمام أردوغان. صحيفة زمان التركية تناولت الموضوع تحت عنوان تفاصيل صفقة عودة أكشنار لطاولة الستة وقبولها ترشيح كليتشدار أوغلو. وقالت الصحيفة إن رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار عادت إلى تحالف طاولة الستة مجدداً وقبلت قرار أحزاب التحالف بشأن ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وذلك بعد رفض سابق كاد يدمر التحالف. وبحسب الصحيفة كانت أكشنار أعلنت يوم الجمعة الماضي رفضها ترشيح زعيم المعارضة كليتشدار أوغلو، واتهمت قادة تحالف الأمة بالعمل من أجل مصالح الشخصية، وقالت إن اقتراحها بشأن ترشيح رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش اللذين يحظيان بنسب تأييد عالية في استطلاعات الرأي قد رفض. وتضيف الصحيفة أنه عقب اجتماع لتحالف المعارضة في مقر حزب السعادة أعلن رئيس الحزب أنه تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية منافساً للرئيس رجب طيب أردوغان. ووفقاً للصحيفة، فبعد الخلاف الذي أوصل الطاولة السداسية إلى نقطة التفكك عقدت محادثات وساطة بين حزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري أمس الاثنين، وأعلن السياسيون أنه تم حل الأزمة نتيجة المفاوضات المكثفة بين الطرفين. وتم تقديم اقتراح لأكشنار يقضي بتولي أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش منصب نائب الرئيس. زواج المصلحة التركي مع روسيا قد يمنح رجب طيب أردوغان ما يحتاج إليه للفوز في الانتخابات التركية المقبلة. هذا ما تراه مجلة فورين بوليسي من خلال مقال نشرته يحمل عنوان الموازنة التركية بين بوتين والغرب. وتقول المجلة إنه بالنسبة لتركيا فإن الحفاظ على العلاقات مع روسيا بل وتعميقها مع الحفاظ أيضا على مكانتها كواحدة من أكبر أعضاء الناتو هو عمل موازنة صعب، ولكن هناك حاجة ماسة إليه. فتركيا محاصرة بين إيران والغرب ولها حدود برية مع سوريا، كما تسيطر على منفذ البحر الأسود الوحيد إلى المحيط، ولها حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا. وتضيف المجلة أنه منذ بدء الحرب تمكنت تركيا من دعم المجهود العسكري الأوكراني والاقتصاد الروسي الذي مزقته الحرب، حيث قامت تركيا بتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار والتي يتم استخدامها بشكل كبير ضد القوات الروسية، وساعدت في التفاوض على صفقة تسمح بشحن الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. وبحسب المجلة في الوقت نفسه كثفت تركيا مشترياتها من الغاز والنفط الروسي، وساعدت جزئياً في حماية موسكو من معاقبة العقوبات. فبالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها صفقة ولدت من احتياجاته الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية. كما يواجه أردوغان انتخاباته الأكثر صعوبة في مايو المقبل، وقد يساعد الدعم الروسي في استمراره. وأكدت المجلة أنه قبل انتخابات 14 من مايو في تركيا فإن خطوات بوتين لتمكين أردوغان هي أفضل رهان له، فبوتين ليس لديه أي خيار آخر. فعلى الرغم من أن أردوغان ليس دائما شريكا موثوقا به لموسكو، إلا أن بوتين ليس لديه بديل أفضل للعمل معه في تركيا وخارجها، فجميع البدائل الأخرى هم قادة أكثر موالية للغرب.
لمزيد من النقاش ينضم إلينا من إسطنبول دكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. دكتور أكشنار زعيمة ثاني أكبر حزب ضمن تحالف المعارضة، وعودتها للتحالف كانت مهمة جدا، يعني حتى أن كمال كليتشتار أوغلو ذهب بنفسه ليجتمع بها. منطقي برأيك الحديث عن كونها من قدم التنازلات؟ اسمحي لي أن أحيي الجميع. أولا أهلا بك. برأيي الذي دفع أميرال أكشنار إلى العودة لطاولة السداسية، طاولة التحالف المعارض، هو ليس التفاهمات السياسية بين القيادات التي جرت في الساعات الأخيرة. برأيي الذي دفعها إلى ذلك هو غضب الشارع التركي المعارض. كان في ردة فعل شعبية واسعة في صفوف قوى المعارضة، انزعاج واضح من هذه الخلافات. بعد أكثر من عام على اللقاء والحوار أمام الطاولة السداسية، تغادر الطاولة بهذا الشكل، وكان في رسائل أنه الشارع التركي المعارض لن يدعم أحزاب المعارضة وسيتركها في منتصف الطريق. هذه القناعة هي التي دفعت بشكل سريع القيادات السياسية في قوى المعارضة لمراجعة مواقفها والسياسية. والدليل أنه التفاهمات التي تمت هي تفاهمات شكلية لا قيمة لها إطلاقا، يعني كل طرف كان له بعض المواقف والمطالب. لم نفهم كيف تمت التسويات حتى الآن حسب المواد التي قرأها كمال كليتشدار أوغلو بالأمس. إذن العودة هي نتيجة ضغوطات الشارع التركي المعارض برأيي. طيب، وفق هذه التطورات وبعد الاتفاق وعودة التحالف الطاولة السداسية وترشح وإعلان ترشح كليتشتار أوغلو، وفق هذه التطورات هل تتغير استطلاعات الرأي التي أفادت فيما قبل بأن الحزب الحاكم يبقى في الصدارة؟ طبعا هذا ممكن وهذا وارد، لأنه يعني إذا ما أخذنا غالبية استطلاعات الرأي، صحيح أنه في الأسابيع الأخيرة تحدثت عن صعود في أصوات الحزب الحاكم، لكن أصوات حليفي حزب الحركة القومية، حزب دولة باهتشلي، حسب هذه الاستطلاعات أيضا مازال يتراجع في نسبة أصواته. يعني الآن تكتل الحكم تحالف الجمهور حسب المتوسط استطلاعات الرأي عنده حوالي 42 أو 43%. هو يحتاج إذن إلى ثقل بحوالي 7% من الأصوات ليستطيع الفوز. من الذي سيوفر له هذه النسبة؟ الآن في المقابل تكتل المعارضة أيضا عنده أرقام قريبة، لكن تكتل المعارض عنده فرصة مهمة جدا كما تعرفين أنت أيضا، أن يذهب باتجاه التنسيق مع حزب الشعوب الديمقراطية الذي له حوالي 9 أو 10% من كتلة الأصوات. إذا حدثت هذه التفاهمات فطبعا فرص تكتل المعارضة ستكون أكبر في المرحلة المقبلة. هذا سيكون مرتبط بالحوار الذي سنتابعه أنا وأنت في الأيام المقبلة، شكل الحوار، شكل خارطة الاصطفافات الجديدة. طيب، كليتشتار أوغلو يعني كشخص ليست المرة الأولى التي سيقف فيها أمام أردوغان في انتخابات وخسر فيما قبل، هذه المرة ما المختلف في هذا السباق الانتخابي الرئاسي؟ المختلف أنه كمال كليتشدار أوغلو كان يدعم مرشحين في الانتخابات السابقة، هذه المرة هو الذي سيدخل بنفسه في المعركة الانتخابية. بالنسبة له ستكون مغامرة سياسية حزبية كبيرة إذا ما خسر في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان. خسارته تتطلب انسحابه الكامل برأيي من المشهد، لأنه كان عنده خسائر عبر سياسية حزبية عبر اختيار المرشحين، والآن هذه المرة قرر أن يكون هو في المواجهة. نقطة أولى. نقطة ثانية، هو ليس بمفرده كما تعرفين في طاولة سداسية تدعمه على مستوى أحزاب المعارضة. الخسارة ستكون إذن بالنسبة لهذه الأحزاب أيضا التي اصطفت وتنسق فيما بينها وتقول أنها تريد أن تعيد تركيا إلى النظام البرلماني، تغير شكل الدستور وتطرح أكثر من خطة اقتصادية
اقتصادية استراتيجية اجتماعية في المرحلة المقبلة باتجاه بناء دولة تركية جديدة. إذن المخاطرة كبيرة بالنسبة للجميع. هذه الانتخابات باختصار في رأيي ستكون مختلفة عن انتخابات سبقتها، وحتى لا أبالغ كثيرا أظن أن هذه الانتخابات أيضا بالنسبة للتاريخ السياسي التركي الحديث ستكون مفصل مهم بالنسبة للجميع. مجلة فورين بوليسي تطرقت للسياسات الخارجية لتركيا، تحدثت عن زواج المصلحة التركية مع روسيا، مع سرد وضع تركيا دوليا، علاقاتها بالقوى السياسية، سياسة أردوغان الخارجية. إلى أي مدى قد تخدم هذه مصالح أردوغان في انتخابات الرئاسية في مايو؟ صحيح صحيح، يعني أنا وأنت نتابع عن قرب التحولات أولا في مواقف وسياسات حزب العدالة والتنمية. هذه التحولات في العامين الأخيرين برأيي منحته المزيد من الفرص ليكون أقوى في الملفات الخارجية، وعلاقاته العلاقات التي بناها مع العديد من دول المنطقة مع روسيا تحديدا مهمة. لكن عندنا مشكلة أيضا نعرفها جميعا، أنه في توتر في العلاقات التركية الأمريكية، مواقف بايدن أيضا معروفة حيال حزب العدالة والتنمية، وهذه المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن لم تعالج. قوى المعارضة بالمقابل لا يوجد عندها الجديد على مستوى الملفات الخارجية، لأنه هذه القوى لم تصل إلى الحكم في تركيا منذ أكثر من 3 عقود. الآن كيف سيكون شكل السياسات التي طرحها؟ العامل الكلاسيكي برأيي، يعني ستعيد تركيا إلى سياسات ما قبل 3 عقود في علاقاتها، هذه السياسة الانفتاحية على الاتحاد الأوروبي، على الولايات المتحدة، سياسة متوازنة مع العديد من الدول. هذه أيضا ستكون نقطة نقاش أساسي برأيي خلال الحملات الانتخابية المرتقبة. دكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. هذا الرجل يريد هزيمة أردوغان، هل لديه فرصة؟ هذا تساؤل طرحته مجلة دير شبيغل الألمانية بعدما أعلنت المعارضة توافق على كمال كيليتشدار أوغلو ليكون مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس أردوغان في مايو المقبل، مشيرة إلى صعوبة المعركة نظرا للخلافات الداخلية في صفوف المعارضة. صحيفة حرية التركية ترى أن كيليتشدار أوغلو وأردوغان رابحان، بينما ميرال أكشنر رئيسة حزب الجيد هي الخاسرة في المعادلة، واضحة أن أردوغان أراد منافسة كيليتشدار أوغلو أكثر من غيره من وجوه المعارضة. بحسب فاينانشال تايمز، الصين تحذر من صراع محتمل مع الولايات المتحدة ما لم توقف واشنطن محاولاتها لاحتواء بكين، الأمر الذي يسلط الضوء على مخاوف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم من تصاعد التوتر بين القوى العظمى المتنافسة. تشاينا ديلي نشرت مقالا بعنوان حيل الحرب الإدراكية الأمريكية تثير التوتر، إذ يرى المقال أن واشنطن تضلل الدول الأخرى بشأن مسألة تايوان. إنديبندنت تقول إن مشرعين إسرائيليين قدموا مشروع قانون من شأنه أن يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتفاظ بتبرع بقيمة 270 ألف دولار حصل عليه من أحد أقاربه لدفع أتعابه القانونية في الوقت الذي يواجه نتنياهو تهم الفساد. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد ونتابع فيها بعد الفاصل. ناشونال انترست تعتبر تخفيف واشنطن الضغط على المنظمات الإرهابية في الصومال خطأ فادحا. من جديد مرحبا بكم. منذ عام 2018 تحول الجيش الأمريكي إلى التركيز على الصين وروسيا بعد عقود من الانشغال بالشرق الأوسط، لكنه لا يزال يواجه تحديات لإنتاج الأسلحة والتوصل إلى طرق جديدة لخوض الصراعات. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الموضوع تحت عنوان الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لعصر صراع القوى العظمى،
وقالت الصحيفة إنه قبل 5 سنوات وبعد عقود من الانخراط في الصراعات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بدأت الولايات المتحدة في التعامل مع حقبة جديدة من منافسة القوى العظمى مثل الصين وروسيا. لكن الصحيفة تؤكد أن الولايات المتحدة ليست جاهزة بعد لمثل هذا الصراع، وهناك عقبات كبيرة في طريقها. وبحسب الصحيفة، أكد رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للشؤون الاستراتيجية كلينت هينوت أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لصراع محتمل ضد الصين وروسيا، حيث إن القوة الصاروخية الصينية مجهزة لإحباط أي تحرك عسكري أمريكي. وأشار هينوت إلى أن الولايات المتحدة أهملت في إنتاج الغواصات والصواريخ، موضحاً أن المخزون الأمريكي من الصواريخ سينفد خلال أسبوع إذا اندلع صراع بتايوان، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الجيش الأمريكي لا يزال متفوقاً على خصومه في الوقت الحالي. ووفقاً لمسؤولين وقادة دفاع أمريكيين حاليين وسابقين، استحوذ القلق المستمر بشأن إيران والحرب في أوكرانيا على الاهتمام والموارد، وأدى اندماج شركات صناعة الدفاع الأمريكية إلى ترك البنتاغون مع عدد أقل من مصنعي الأسلحة. خطة السلام الصينية لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا تعرض شروطاً تمكن بكين من كسب الحرب المستقبلية التي تخطط لشنها على تايوان. هذا ما طرحته مجلة فورين بوليسي في مقال نشرته تحت عنوان خطة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا تدور في الواقع حول تايوان. وتقول المجلة إنه بعد 12 شهراً صعباً، يبدو أن الصين لم تعد قادرة على التأثير على نتيجة الحرب في أوكرانيا كما كانت في بداية الصراع، حيث تم تقليص دور بكين الأساسي إلى حد كبير إلى وضع المتفرج، وهو تزويد موسكو بشريان حياة مالي من خلال تكثيف مشتريات النفط الخام والفحم الروسي المخفض بشكل كبير. وبحسب المجلة، يبدو أن هذه الإجراءات وأنصاف الإجراءات الصينية الأخرى تهدف في الوقت الحالي إلى ضمان حصول روسيا على ما تحتاجه للحفاظ على اقتصادها في زمن الحرب وليس الفوز في الحرب. وتضيف المجلة أنه في تطور مماثل، فإن خطة السلام الصينية المكونة من 12 نقطة لأوكرانيا ليست موجهة نحو استعادة السلام في أوروبا، وإنما ليس للخطة أي علاقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل كل ما يدور حولها هو تهيئة الظروف لكسب حرب مستقبلية على تايوان. وأوضحت المجلة أن الصين تدرك أن أسباب فشل روسيا في أوكرانيا هي نفسها التي تهدد خططها لإعادة دمج تايوان. لذلك فإن اقتراح السلام الذي تقدمه الصين يمكن أن يكون أيضاً بمثابة أساس لخريطة الطريق التي يتبعها الغرب لمنع اندلاع حرب في المحيطين الهندي والهادئ في المقام الأول. أصبح الأمريكيون والأوروبيون أقل حماساً بشأن المساعدات التي يقدمها الغرب لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. هذا ما كشفت عنه مجلة The Economist في تقرير بعنوان أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة الغرب، لكن استطلاعات الرأي تظهر اتجاهاً مقلقاً. وتقول المجلة إن الفضل في بقاء أوكرانيا صامدة أمام روسيا يعود إلى واشنطن في المقام الأول، فهي مسؤولة عن أكثر من نصف المساعدات العسكرية والمالية المقدمة لكييف. لكن بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها المجلة تشير إلى أن الفجوة الحزبية في الولايات المتحدة آخذة في الاتساع، فحتى الديمقراطيين باتوا يظهرون دعماً أقل لأنواع معينة من المساعدات لأوكرانيا، وهو نهج جديد لم ينتهجوه العام الماضي. وبحسب المجلة، فإن معارضة الجمهوريين لحزم المساعدات الأمريكية الضخمة تتزايد، حيث انتقد أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري ما أطلقوا عليه بكتابة شيك على بياض لأوكرانيا في ظل خسائر الاقتصاد الأمريكي بسبب التضخم. ووجد استطلاع المجلة أن 31% من الديمقراطيين و19% من الجمهوريين فقط يؤيدون إرسال قوات إلى أوكرانيا. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها.
أدرك الغرب استحالة هزيمة روسيا في أوكرانيا. تحت هذا العنوان تناولت صحيفة فيزجلياد الروسية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وارسو، قائلة إنه خفف من حماسة السياسة البلطيقيين والبولنديين الذين دعوا بين الحين والآخر لهزيمة روسيا عسكريا في أوكرانيا، في ظل مخاوف بين حلفاء كييف في أوروبا الشرقية من أن القادة الغربيين يعتزمون تخفيف حدة موقف زيلينسكي بشأن المفاوضات مع موسكو. أفادت صحيفة ديلي ميل إلى بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم زيادة مستوى الإنفاق الدفاعي البريطاني بنحو 5 مليارات جنيه استرليني، ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن 5 مسؤولين أمنيين من ألمانيا واثنين من المخابرات الغربية أن رامين ييكتابريست عضو نادي الدراجات النارية هيلز أنجلز هو المشتبه به الرئيسي في تنظيم هجوم على مركز ثقافي يهودي بمدينة إيسن الألمانية في نوفمبر الماضي بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. بحسب مجلة ناشونال انترست، فإن زلزال فبراير المدمر أعاد الدفء للعلاقات التركية اليونانية، مسلطة الضوء على مشاركة أثينا في تقديم المساعدات لأنقرة في هذه الكارثة. غارديان تسلط الضوء على كشف أثري جديد في جنوب مصر لتمثال يشبه أبو الهول، وتشير الصحيفة إلى ترجيحات بأن يكون التمثال الذي تم العثور عليه في معبد دندرة للإمبراطور الروماني كلاوديوس. تخفيف الولايات المتحدة الضغط على المنظمات الإرهابية في مناطق مثل شمال شرق الصومال خطأ فادح، هذا ما تراه مجلة The National Interest التي تناولت الموضوع في تقرير يحمل عنوان لا يمكن تجاهل التهديد الإرهابي من الصومال. قالت المجلة إن تقدم غارة الكوماندوز الأمريكية الأخيرة لتصفية بلال السوداني القيادي في تنظيم داعش في شرق إفريقيا تذكير بأن الجماعات الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وحلفائها، حتى وإن حول صناع السياسة الأمريكيين جل تركيزهم إلى روسيا والصين. وأوضحت المجلة أن حالة الإحباط التي تسود الرأي العام الأمريكي جراء الحروب التي لا نهاية لها دفعت الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إصدار أوامر للقوات الأمريكية بالانسحاب من الصومال أواخر عام 2020، لكن الجماعات الإرهابية في الصومال وغيرها من الأماكن لم تهزم ولا يتوقع أن يحدث ذلك قريباً. وأشارت المجلة إلى أن المنظمات المتشددة تتابع عن كثب الأحداث العالمية كما تحاول استغلالها، لذلك إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب احتمال وقوع هجوم إرهابي جديد على أراضيها فلا يمكن لقادتها تجاهل ما يمكن أن يجري في إفريقيا أو على حدودها الجنوبية. ووفقا للمجلة، ربما تكون أيام الاشتباكات العسكرية الممتدة مثل الحرب في أفغانستان قد ولت، لكن الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة وشن غارات صغيرة الحجم على غرار مقتل السوداني يجب أن يستمر. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.